زي ما اتكلمنا في بداية البرنامج عن مخاطر التناول المفرط للفيتامينات بدون استشارة الطبيب، وخصوصا ان في دراسة حذرت تحديدا من فيتامين B3 او B3. الدراسة دي اكدت ان التناول المفرط لهذا الفيتامين ممكن ان يصيب الانسان بالسكتة الدماغية وايضا بعدد من النوبات القلبية. ممكن تكون دراسة مخيفة بعض الشيء طبعا. غير متوقعة بالنسبة لنا طبعا، لكن خلينا نعرف تفاصيل اكتر من دكتور علاء الغمراوي استشاري القلب اللي بينضم لينا عبر تطبيق زوم. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. يعني هذه الدراسة ممكن البعض يعتقد انها مبالغ فيها بعض الشيء، لو هسأل حضرتك عن هذه الدراسة يا فندم، هل هذه الدراسة بالفعل مبالغ فيها ولا بالفعل في مخاطر من تناول فيتامين بي 3 بدون استشارة طبيب؟ بص حضرتك، هو اكيد الدراسة دي بتدق ناقوس الخطر وبتبعت رسالة لينا حتى في مصر هنا بحضرتك، لان احنا بنستخدم الفيتامينات استخدام خاطئ وبناخدها حتى بدون وصفه طبيه كويس، وحتى يعني في بعض الوصفات الطبيه بيبقى فيها الفيتامين دوت كعنصر اساسي من الوصفه الطبيه نفسها. ولذلك احنا يعني يا ريت ان ده تكون رساله لكل اخواتنا المصريين والعرب واللي بيسمعونا دلوقتي، ان احنا يعني ما ناخدش الادويه دي بدون داعي، اللي هي الفيتامينات او المكملات الغذائيه لما لها فعلا. ودي حاجات معروفه من زمان، اذا كانت الدراسه دي اللي اجريت على 4235 مريض في امريكا واوروبا للاستخدام الزياده للفيتامين بي 3 اللي هو النياسين، قد اظهرت زيادة عوامل الخطورة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ولكنها طبعا مش هو ده بس فيتامين بي 3، ده جميع الفيتامينات. وأعتقد احنا درسنا في كليات الطب نفسها ان 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 الاستخدام ان في زيادة، زي ما في مرض من نقص الفيتامينات انما في امراض بتنتج من زيادة تناول الفيتامينات. ايوه، علشان كده الأدوية اللي موجودة، المكملات الغذائية أو الأدوية اللي في الصيدليات، ربنا إدانا الفيتامينات نقدر ناخدها من الوجبات الغذائية المتكاملة. أيوة، اللي موجودة سواء كانت من طبق سلطة في مكوناته بداية من الجزر والخيار والطماطم والفلفل الأخضر والشبت والبقدونس والفجل والبصل مهم جدا، والليمون وعصير البرتقال او البرتقال نفسه. صحيح، كل الحاجات دي حضرتك الجسم بياخد منها ايه؟ الكميه المطلوبه لاجهزه الجسم، وما بياخدش الباقي. يعني ربنا عامل نظام يعني عظيم جدا جدا. أيوة، ان انا بس كفايه عليا ان انا اخد وجبه غذائيه متكامله، بلاش الحكايات. وحضرتك برضو بتشوف. طب خليني يا دكتور حضرتك لو سامعني، خليني ارجع للدراسه. هل فعلا فيتامين B3 او B3 اللي الناس بتاخده المجموعه كامله، يقول لك مجموعه بي حطها لي في حقنه او ياخدها عند الصيدليه او 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 او، هل او بياخد مالتي فيتامين كامل وياخد بي 3 جنبها وياخد زنك جنبها، لو اتكلمنا عن بي 3 هل فعلا بيزود خطر الاصابه بالنوبات القلبيه والسكتات الدماغيه؟ طبعا بيزود طبعا. دي دراسه اتعملت ومعتمده، ودي بينت لنا الكلام ده. احنا في قدامي ادله دلوقتي اهو. انما زي ما بقول لحضرتك، ده مش بس بي 3، ده معظم الفيتامينات اللي انا باخدها بشتريها من الصيدليه، اذا انا اخذتها بدون داعي وبدون وصفه طبيه وبدون تحاليل ان انا هل انا عندي نقص الفيتامين ده ولا لا، دي بتبقى خطر على جسم الانسان. وزي ما بقول لحضرتك كده، يا ريت ان دي تكون رساله ان احنا يا ريت نمنع كمان الوصف الادويه، مش الفيتامينات بس، ده في ادويه كتير جدا جدا بتتاخد بدون داعي بره، ما فيش الكلام ده خالص. طيب، يا ريت ان احنا برضو يعني رساله الى هيئه الدواء او المسؤولين ان احنا نمنع تداول جميع الادويه، وطبعا اكثر الفيتامينات. وحضرتك ساعات بتشوف كده من بره الناس جايه بعلب كبيره كده من برطمانات مليانه ادويه بتكلفهم عشرات الدولارات والعمله الصعبه،
ويعني الكبسولة مليانة فيتامينات عدة، تقرأ عشرات الفيتامينات موجودة صحيح فيها، وده خطر 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 بكل كبير تأكيد. جدا طيب جدا. دكتور علاء، في برضو يعني اتفضل. دلوقتي بقينا بنتابع من ضمن الحاجات الجديدة الموجودة حتى في عيادات التجميل، موجود حاجة اسمها غالبا على ما أتذكر فيتامين دريبس، أو بيبقى فيه تناول الفيتامينات عن طريق الحقن الوريدية أو الحقن الوريدي. تمام. سؤال حضرتك، هل ده خطر أو لا، ولا بس يستلزم إنه يحصل إنه الشخص يعني يعمل تحاليل عشان يتأكد إيه اللي ناقص في جسمه مفيش مشاكل؟ لأنه سمعنا مؤخرا إن في بعض الأشخاص حصل عندهم مشاكل إنه كان الحجم الجرعة نفسها من الفيتامينات بالحقن الوريدي عملت مشاكل في الجسم. طبعا بص حضرتك، هو لابد إن احنا نمشي بناء على الجايد لاينز بتاعتنا الطبيه، لابد ان من اجراء التحاليل، لابد من طبيب يشرف على الادويه دي. حضرتك انا قصه المالتي فيتامينز والمركبات الدوائيه المتعدده الفيتامينات يعني دي كلها خطر، لان زي ما بقول لحضرتك ان هي بيكون لها تاثير ضار على سواء كان الدراسه قالت القلب والمخ، لكن في قبل كده حضرتك كلنا نعرف ان ممكن يحدث تساقط للشعر، صداع شديد جدا جدا من تناول الادويه الزياده، اسهال وامساك واضطرابات في الهضم، خطر كبير جدا على الكلى، خطر كبير جدا على الكبد، كل الحاجات دي حضرتك مجتمع احنا مش عارفينها. يا ريت ان احنا بنوعي دلوقتي رساله توعيه، ان يا ريت نتجنب الاستخدام لحكايه الفيتامينات. لا يعني عندنا في القرى المصريه كانت مشهوره قوي الحقن اللي هي زي ما حضراتكم قلتوا دلوقتي اللي هي الفيتامين بي المركب وكده، على اساس ان انا حاسس ان انا هبطان، خد لك شو ايه يعني الجيران بيكلموا بعض، لا ده ما تاخد لك كم حقنه فيتامين ب او كده، لا ده استخدام خطر وضار جدا. واذا كانت الدراسه دي بتقول لنا خدوا بالكم هي تزودت ان هناك خطر زياده من او حدوث الازمات القلبيه والسكتات الدماغيه، فده انا بعممه على كل الفيتامينات التي تؤخذ بدون داعي في مجتمعنا المصري. طيب ما هي قصه النياسين، تناول المكملات الغذائيه التي تحتوي على النياسين؟ انا بنطقها صح؟ لا بتنطقها صح فعلا. صحيح؟ تمام. ده بيؤثر ايضا على القلب، ايه هي القصه دي؟ لو عايزين نحلل مفهوم الدراسه ومغزاها ونحذر الناس مما يتعلق بحقنه الفيتامين بي او البي كومبلكس زي ما أيوه. ما هي معروفه في الصيدليات، ايه اللي الناس بتاخدها علشان تقوي اعصابها؟ يعني على سبيل المثال لعيبه الجيم او حتى اي مرتادي الصالات الرياضيه بشكل عام، دي بالنسبة لهم يعني زي البونبون يا دكتور. ما هو ده 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 يا ريت ان احنا كده فعلا نطلع تشريعات بمنع هذه يعني خصوصا في الجيم، وجايز احنا شفنا في الشهور الماضية حالات موت مفاجئ في صالات الجيم بسبب استخدام المكملات الغذائية. اذا كانت الدراسة دي قالت لنا او هناك دلائل لحدوث أزمات قلبية ومحتاجين مزيد وأكتر أكتر عشان نحلل الكلام ده، إيه تأثيرها، ماذا حدث للقلب علشان يؤدي إلى أزمة قلبية. لكن نقدر نقول إن ده اللي يعني إذا استخدمنا النياسين لوحده في المعدلات الطبيعية هو مفيد للجسم، لكن الزيادة منه هو اللي خطر. يعني هو بيزود ال اتش دي ال او ما يسمى بالكوليسترول النافع، الكوليسترول النافع عند استخدامه في الحدود الطبيعيه، لكن اكثر من كده حضرتك بينقلب الى الضد. وضحت الفكره يا فندم، بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور علاء الغمراوي استشاري القلب، شكرا لحضرتك يا فندم.